السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سيادتي سادتي أينما كنتم تابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ثاني مواعيد المجموعة الثالثة من نسخة كأس إفريقيا للأمم في نسختها رقم 33 تقدم لنا اليوم مباراة المغرب وجزر القمر باستاد أحمد عيد جو في العاصمة الكاميرونية ياوندي. المنتخب المغربي يتقدم اليوم بصفته متصدر للمجموعة الثالثة رفقة منتخب الجابون بثلاث نقاط مرصعا بانتصار هام على حساب البلاك ستارز منتخب غانا بهدف سفيان بوفال. وجزر القمر الذي رغم الخسارة ضد الجابون قدم وجها مشرفا ويريد رفع التحدي ضد المنتخب المغربي. مواجهة دانيلو سيتش صادق السالمي الحكم كرة خطيرة مغربية والكرة والهنالك ضربة جزاء بلدي سوداني دي سوداني يوزع الدفاع يسد ويرد والركنية مغربية. جزر القمر كانت بتوقيع نفس اللاعب بن نبوي تقريبا الهجوم المغربي والدفاع للمغربي في المباراة وهذه الكرة بالراس عدات على الكل وعدات على في وسط الميدان الدفاعي عستين أوناي خلي مكانه لتيسو دالي مدرب في المنتخب المغربي منذ يوم 15 أغسطس 2019 خير عجلين. كرة طويلة كرة طويلة على مستوى القائم الثاني وفو من ياسين بونو هاتريا هجومية أخرى أيوب الكعبي بالراس وهذه كرة سفيان بوفال وكانت آخر لمسة راية هجومية تغيير وجهة اللعب تماما الكرة يلتحق بها تدرج محاولة تدرج بالكرة مراقبة فردية داخل المنطقة وخارج متباين الترتيب منتخب جزر القمر يوزع حكيمي راسة مغربية من زمان قوية علاقي على انتقال سيفي قادم وما زالت وفيها جول والهدف الأول جول 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 سليم أم الله سليم أم الله كان معك الله والمنتخب المغربي متعدي متعدي نار نار يا حبيبي نار. أيوب الكعبي يقام دون العشرين عام في زامبيا في 2018 ويشهر البيتر يغير بكرة تأمين يوزع جول لا في انتظار تأكيد النتيجة اللعب في ظهر رومان سايس يرجع للوراء بعيدة يسترجعها منتخب ترجع الكرة صدق السلمي يعطي أيوب الكعبي في الانتظار كرة طويلة للكعبي صار حكيمي يحضر حكيمي جول يوزع جول لا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.